أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير مما تشركون. من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يذلون. أم جعل الأرض قرار وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل من البحر حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم يجير المطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أم يملأ الأرض ثم يعيده أم يرزقكم من السماء والأرض فإله مع الله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة من هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تسأل عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم الذي تستغلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء وأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى رحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بالنار بحكمه وهو العزيز الحليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يثقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم يفرغ الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سبحان الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم بفزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار أتجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما
وبطر أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أترك القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم الطاسين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يصرف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمنع الذين صرفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فانتقمه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤادهم من موسى بارغا لا تهتدي به لولا ضربنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عدوا وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه الى امه لتقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ اشده استوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المرسلين. ودخل المدينة على حين عهدة مهرها ووجد فيها رجلين يعتقدان هذا بشيعته وهذا من عدوه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظننت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب من ذا الذي استصره بنفسه يستصرخه. قال له موسى إنك لقوي مبين. فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أصل المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب اجني من القوم الظالمين. ولما ترجع تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أثر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نذرت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتك على أن تأجرني ثمانية حجج فإن كنت أعصبا عندي وما أريد أن أشقى
الدنيا إن شاء الله من الصالحين، وعلى ذلك بك ومنك يا ملذ لقضك فلا عدوان عليه، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وصاد بأهله آنس بجانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر وفي وجهها النار أعلم الصالون. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد للملك بالبقعة المباركة من الشراط يا موسى إني أرى الله رب العالمين وألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان لا تدبر ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، اسلك يدك في جبلك اخرج عطاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا أخاف أن يقتلوني، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لكي يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فلما جاء موسى بنا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، وسواه وجنوده في أرض غير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، وذكر كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لنا ويوم القيامة هم من المفروحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلك القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إخرجنا إلى موسى له، وما كنت من الشاهدين، ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما متداويهم فيه أجب يأسر عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إبنادنا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت إليهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفرون بما أوتي موسى من قبل، قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.